بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 علامات تدل على احتمال الإصابة بجلطة دموية، وإذا وجدت أحد هذه العلامات فليس بالضرورة أن تكون مصابا بجلطة دموية، ولكن يجب عليك الحذر وأخذ الإحتياطات اللازمة. وهذه العلامات طبعا تختلف من علامة إلى أخرى، لأن الجلطات أصلا تختلف شدتها، إذ تكون الجلطة في أحد الرئتين أو في القلب غير الجلطة اللي في الساق أو الحوض. العلامة الأولى، لو حصل معك شد في الساق أو تشنج في الساق وشعرت بهذا الألم والتشنج والشد أسفل الساق، ففي هذه الحالة من المحتمل أن تكون هناك جلطة في الأوردة العميقة من الساق. العلامة الثانية، لو شعرت بصعوبة في التنفس عند بذل أي جهد، خاصة عند قطع مسافات طويلة أو عند الصعود لأعلى، في هذه الحالة من المحتمل أن تكون هناك جلطة في القلب أو في الرئتين، ويجب عليك أخذ الاحتياطات وإجراء الفحوصات اللازمة. العلامة الثالثة، لو حصل عندك ارتفاع مفاجئ أو هبوط مفاجئ في ضغط الدم، فدي علامة من علامات الإصابة بجلطة دموية. العلامة الرابعة، لو معدل النبض عندك زاد وكان سريع بدون سبب معين وعدم انتظامه، يعني ما كنتش بذل مجهود، ما كنتش بتجري، ما فيش سبب معين، وليت معدل النبض زاد، ففي هذه الحالة يجب أن تجري فحوصات عشان تتأكد من إيه، إن أنت ما عندكش جلطة دموية، لأن دي علامة من علامات إن ممكن يكون الواحد مصاب بجلطة دموية. العلامة الخامسة، لو لقيت نفسك عندك تورم في الساق أو في ورم في القدم أو ورم في الكاحل أو ورم في الذراع أو اليد، التورم ده يكون في جانب واحد، القدم نفسه الوضع في جانب واحد، الكاحل في جانب واحد يمين أو شمال، أو الذراع يكون في جانب واحد، هذا الورم قد يكون علامة من علامات الإصابة بجلطة دموية. العلامة الخامسة، لو انت عندك فرط التعرق، بتعلى كتير بصورة ملحوظة من اي مجهود، بتعلى وانت نايم، فرط التعرق ده ممكن يكون دليل على وجود جلطة دموية. العلامة السابعة، لو لقيت الجلد بتاعك فيه احمرار او شحوب، خاصة في القدم والساق والكلام ده، فيه احمرار او شحوب مصحوب طبعا باعراض اخرى زي الارهاق، في هذه الحالة ممكن ان تكون مصاب بجلطة دموية. طبعا هذه العلامات دي العلامات الاكثر شيوعا، فاذا اصبت باي علامة من هذه العلامات فيجب عليك فورا عمل الفحوصات اللازمة والتحاليل. كمان يجب عليكم أن تتجهوا للمغذيات الطبيعية المفيدة والتي تحافظ على درجة طبيعية من تميع الدم، يعني تتجه للمغذيات الطبيعية المفيدة اللي هي هتخليك تحافظ على درجة معينة من سيولة الدم حتى تمنع تكون الجلطات بشكل عام. يعني لو في عندك مشكلة من المشاكل دي، حاول انك تتجه للمغذيات الطبيعية المفيدة، ليه؟ عشان ما يحصلش ليك مضاعفات بعد كده ويحصل ليك جلطة دموية في المستقبل. طيب يعني تعمل ايه؟ اول حاجة يجب ان تبحث عن طعمة اللي فيها فيتامين اي او ه، جيب مكمل غذائي فيتامين اي او ه، وخاصة المكمل الغذائي الذي يحتوي على مادة التوكوترينول، وهذه المادة في فيتامين اي مفيدة جدا جدا. تاني حاجة، تناول 2 فص ثوم يوميا بانتظام، تجيب 2 فص ثوم بس لازم تتناولهم بلع، بس تكون 4 اقسام، تقطعوا ايه 4 اقسام، وتبلع الثوم بلع وتشرب وراه شوية مية. ليه؟ لان الثوم له فعالية في منع تكون الجلطات، الثوم له فعالية في منع تكون الجلطات، ولو تناولته بالطريقة دي انك انت بتقطع 2 فص ثوم تبلعهم وتشرب وراهم شوية مية، مش هتلاقي رائحة للثوم موجودة في الفم والكلام ده. يعني كمان ممكن في مكملات، في ادوية في الصيدليات موجودة، في تومكس وفي حاجات موجودة في الصيدليات فيها الثوم، مادة الثوم، ولكن 2 فص ثوم افضل من الادوية. كل اللي في الادوية ان هو بس عبارة عن برشام بيقول لك ان هو ما فيش الريحة بتاعت الثوم والكلام ده، ولكن انت لو تناولتها بالطريقة اللي انا قلت لك عليها دياتي، تقطع الثوم 4 ارباع وتيجي بلحهم مرة واحدة وتشرب وراهم مية، تبلحهم بالمية، يعني مش هيكون فيه ريحة للثوم نهائي.
تالت حاجة تحرص على تناول الشاي الأخضر والبصل، عشان الشاي الأخضر والبصل فيهم مركب الكريستين، والمركب ده فعال في تقليل تجلط الدم. رابع حاجة، يجب ان تجعل في طعامك كركم، تحط على كل اكل انت هتاكله حط عليه كركم، لان الكركم فعال جدا جدا في منع الجلطات. وكمان تجعل في طعامك الفلفل الاحمر الحار، والفلفل الاحمر الحار ايضا مفيد في منع تشكل الجلطات. وكمان عايز اقول لكم على حاجة لازم تعرفوها جدا جدا جدا، ان مريض السكر اكثر عرضة للاصابة بجلطة الدم الارتفاع مستوى سكر الدم. فالأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، والذين يعانون من مخدرات السكري، والذين يكثرون من تناول السكريات والحلويات، أو يأكلون أكل عالي الكربوهيدرات، هم أكثر عرضة للإصابة بالجلطات. وإذا كنتم تخافون من الإصابة بالجلطات، أو عندكم جلطات قديمة، أو عندك جلطة، في حاجات لو عملتها هتقضي على الموضوع ده نهائي، مش هيكون عندك جلطات بإذن الله، وهتشفى من جلطات وانسداد الشرايين. أول حاجة لازم تعمل الصيام المتقطع. طبعا الصيام المتقطع تبحث على النت وهتجد الصيام المتقطع، تعرف ازاي تعمله. وكمان تبعد عن السكريات، وتبعد عن النشويات، وتمارس الرياضة، واقل درجه في درجات الرياضه اللي هي رياضه المشي. يعني انت مش قادر تعمل حاجه في الرياضه، تروح جيم او تلعب رياضه اي نوع من انواع الرياضه، مش قادر خالص، يبقى في الحاله ديت رياضه المشي مهمه جدا جدا جدا، مع الصيام المتقطع، مع ترك السكر نهائي والسكريات نهائي، مع ترك النشويات. يعني تبطل أكل عيش، مكرونة، فيهم أذى كثير لمريض السكر، وكمان بيكونوا جلطات على المستوى البعيد. إذا عجبكم الفيديو اضغط لايك، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، وشير الفيديو لأي حد ممكن يستفاد من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.